في خاطرك يا ابن عمر جواد منا إلى المدى، وفي خاطر خوت كبار وصغار. ويا صاحب الراديو عاود لي الاخبار، وقرا السلام من الغربة مجموعين، وفي الجاه جبت لك من يقروا الصوار. يا صاحبي يا صاحبي ورد بالك ليهم في كل حين. انت ونيس وكدا في كل دار، مولوع بيك غني واللي مسكين. ايه وانت ونيس وكدا في كل دار، يا صاحبي يا صاحبي ومولوع بيك غني واللي مسكين. في خاطركم يا الغربة والله يحفظكم، الناس اللي في الغربة الله يحفظكم كبار وصغار. هدية من عند الشيخ أحمد أصحاب الغربة. لا عليك هالعقل اتقى ربي وحضر لمهانك، في باري ما كان غلا في بلادك تعيش ولا الغبانة، تخدم حتى في بلادك عيشة عانية طيب المزيانة. اسمع لك لا ميس تفصل وتهنى لا دير في ناريانة. سمعتي هذه الكلمة في راسي مول الغيوانة، وما يخفاش ظاهر مولاد البالي وصله بيانة. أبو الحجم من البصارة تقريب الوجدة ولي عاجرانة، أبو الحجم من البصارة تقريب الوجدة ولي عاجرانة. ابو الحجم من البصارة تقريب الوجدة ولي عاجرانة، محمد ناظم من القصية ومسلم للشيوخ وللغيوانة، السيادي عزو الطلبة والشعراء والشرفة والقبانة، يعز المغرب ثاني ويرحم الملك سيدي حسانة. الله يعزك يا بلادي ويعز العرب في كل مكان. يعزك يا بلادي ويعز العرب في كل مكان، عز المغرب والدزاير تونس الخضرة وزيد اللبنان. أطلبتك يا لا تغفل لنا ربي لا تشف عديان. أطلبتك يا لا تغفل لنا ربي لا تشف عديان، سيدي ربي لا تحافي عبدك في الجاج يطلق الصبيان. أطلبتك يا لا تغفل لنا بجاه الرسول العدنان، بجاه النبي الطاهر الشفع فينا في يوم الوقفان. تغفر لينا بجاه الرسول العدنان، سيدي ربي لا تحافي عبدك في الجاج بتلك الصبيان. أطلبتك يا إله تغفر لينا بجاه الرسول العدنان، بجاه النبي الطاهر الشفع فينا بيوم الوقفان. Oh,
كم وصلتو هنا يا ذي قاسية درتها غير مفانة منذ ما نعطيها احنا يا نعطيها للشيح مدن بركان كم وصلتو هنا يا ذي قاسية درتها غير مفانة منذ ما نهديها احنا يا نعطيها للشيح مدن بركان قاسية درتها في رمضان منذ ما نهديها احنا يا نعطيها للشيح من بركان نكتبوه واحدة يا ويلحنها كي يبغى في الغيوان تحيا بلادي مع ولادي والدي يا شابة وشبان